شوفي عزيزتي، كل انتخابات في العراق وكل تشكيل حكم خيتي انت، لابد ان يكون هناك تدخل خارجي. ليش يكون هناك تدخل خارجي؟ لان العراق لا زال غضا ضعيفا. لكن كلما كان العراق اقوى كلما ضعف التدخل الخارجي، كلما كانت سيادة العراق اكبر كلما كان التدخل الخارجي لا قيمة له. اني ارى بتصدر الصدر للمشهد ودعم مرجعية السيستاني لخطوات الصدر قبل الانتخابات، وهذا التقارب التشريني الصدري الأخير، هذا التقارب التشريني الصدري الأخير، وما سمعته وما توفر لدي من معلومات أن هناك جهات في الإطار التنسيقي تتقرب من كتلة الصدر. والمستقلين ال 11 لاعب يصيرون 85 وبعد شغله أقوى. قولي لي شنو هي؟ شنو بالله؟ طيني. تطلعين هسه للشارع أنت أو الكادر. تلتقين ويا أي صدر شاب. صدر شاب. تسأليه تقولي له شنو الصدر؟ يقول لك علمني حب الصدر أسوأ عاداتي. علمني أقرأ فنجاني في الليلة آلاف المرات. وأجرب طب العطارين وأطرق باب العرافات. علمني أخرج من بيتي لأمشط أرصفة الطرقات وأبحث عن وجهي في الأمطار وفي أضواء السيارات. هذا الحب حول الصدر إلى طاعة. إحنا قلنا لهم أنتم عبيد، هاي طاعة. شنو الطاعة؟ الطاعة تغيرت وتحولت وتقولبت وتصيرت إلى طاقة، وهاي الطاقة صارت صبر، والصبر صار طول أنات. من هاي طول الأنات قالوا للصدر شو سوي؟ ذولي خطيرين، أخطر جمهور هذا.